اللي لا انه في ناس بيقولوا انه انه لا مش هقولها يعني، بس انه بيطلع مصاري منيح ولا لا بصراحه. يعني نحن صدرتنا طيب. لا كمان هو اسم الله عليه يعني. حلوه سؤالي انا ذكي بس كان جوابك دبلوماسي. بكل الاحوال مين عندنا مرت الجاي لقاء مارسيل؟ ان شاء الله ان شاء الله مرة الجاي حيكون عندك فنانين من عرب ايدل شخص ورا الثاني. هلا افتتحنا بمحبوب العرب. نعم. وان شاء الله الحبل على الجرار مثل ما بقولوا. ونحن دائما معودين على النجوم اللي انت دائما بتتحفى فيها. مارسيل الزغبي انا بدي اتشكرك كثير، شكرا لبلاتينوم ريكوردز. ومارسيل الزغبي بدي اقول لك انت انسان رائع وكلنا بنحبك. ثانك يو. وانتم جماعه بتنحبوا وكلكم ذوق على كل شيء. شكرا مارسيل، والله يقويكم وسلم لي كثير عائلي. وصل. يلا ثانك يو. يا هلا. محمد عساف، زيارتك للبنان هيدي وقت عرب ايدل، هل هي كانت بسبب عرب ايدل اول مره ولا هي ثاني مره ولا ثالث مره؟ لا هي كانت اول مره اكيد بحياتك. طبعا انا بسمع دائما عن لبنان، يعني غير قصص التلفزيون. انا والدي درس بجامعه بيروت العربيه، خريج ال 74 بالطريقه الجديده يعني جامعه بيروت العربيه. فكتير كان بيحكي لي عن بيروت وبقول لي بيروت زمان وايام السبعينات وهيك. فكتير كان يحكي كلام كتير حلو. طب المهم انت وصلت على مطار رفيق الحريري الدولي ونزلت الى ارض لبنان. وخبرني هالرحلة اللي مدتها عرب ايدل، رحت شو عجبك اكثر شيء بلبنان؟ شو حبيت بلبنان؟ عارف لبنان بلد كتير حلو. طبيعته، اهله، يعني سبحان الله بتحس هيك انه كبلد بشكل عام انه بتلاقي هالبحار وهالمناظر الطبيعية وهالجبال وكل هاي الاماكن. عارف بتحس طبعا بتحس براحة نفسية قديش انه هالمكان كتير جميل وكتير رائع واهله ناس كتير رائعين. بعدين عارف يعني اكتر شغلات يعني لفتت انتباهي، يعني انه كتير من اللبنانيين بتلاقيهم بتروقوا صفيحة لحمة. قلوا من تعصب على وفولوا. شو اكتب شي حبيت بلبنان اكل غير المفتول؟ لا غير المفتول الفلسطيني غزاوي. ما انا بقول لك لا، اكتر شي بلبنان اللي هي منقوشة الزعتر واللحمة والجبنة. هدول كانوا مسلمين جبنه ولبنه، لبنه وجبنه. قعدنا نغني على الغدا. على الغدا كان يعني غالبا دجاج، بطاطا، باستا هيك يعني. ما في طبخه معينه حبيتها؟ التبوله، الكبل. شوف اكيد التبوله هاي الحلو فيها لذيذة. ناس ضيافي بنت عمرها 2.5 يعني شو بدي اقول لرني ما شاء الله عليها. اوكي. اكتر شغلي التبولة، عشانها عنا بنقول بالفلسطين بنقول حادقة. ايه حادقة، عرفت كيف؟ حامضة وكذا وشغل. هاي الشغلة انا كتير كنت انبسط عليها، انه احس انه والله الليمون ولا الكذا بس شو كانت عاد معدتي تعبانة ايام العرب. كنا نفكر دايما انك انت كنت زعلان او مزعوج. مش زعلان او مزعوج، انا كنت تعبان يعني. وهي شوكي. اوكي. كنت تعبان يعني مش معروف هل انا ماكل شيء مش منيح، هل صاير معي شيء، لانه كانت معدتي دائما تقلم باستمرار ونيمتني في المستشفى يعني من ايام بالعرب ايدل يعني كذا مره رحت المستشفى من وراها. طب سؤال هلا على ما بدنا نحكي بالمرض، هل معقول يوما ما في حال بده يتزوج محمد عساف يتزوج بنت غير فلسطينيه؟ شوف انت يعني هذا السؤال بدك توقعني مع الفلسطينيين. هيدا موضوع قلب. شوف يمكن اذا انا بدك تجيني شخصيا يعني انا افضل انه من طين بلادك وليس اخدادك، هذا مثل بقول لنا. لكن هيدا مثل. شوف اهم شغلة انك تاخد واحدة من توبك. حلو. هذا اللي انا بقتنع فيه. يعني انا صدقني ما بقدر بالعربي يعني ما بقدر على وحده قويه. لبنانيه قويه. مش موضوع لبنانيه وغيره وغيراته، بس انه يعني بالاخر انت قلت يعني القلب ما يريد هاي شغله. بس انه يعني بدي اخذ وحده يعني
يعني ترضى تتعايش معي. خلاص فهمتك مش بس فلسطينية، بدك اياها غزاوية كمان. محمد عسافر، احنا وصلنا الى ختام لقائنا المباشر معك. اسعدتنا، اتحفتنا، وادهشتنا واذهلتنا كالعادة. هذا اول لقاء معي لك. عن جد والله انا كثير مبسوط معك، خبرني اكثر مرة برتاح هيك في اللقاء، حسيت انه كانه جلسة عادية يعني. حبيبي خبرني كيف لقيت جو اللقاء وجو السرف عام. انت كثير رائع، انا عايز اقول لك، وستار اف ام يعني كثير رائعين، والناس اللي قاعدين معنا عن جد والله بحييكم عن جد. يعني شوف هلا بتحس حالك انه قاعدين يعني في بيت وكلنا يعني عرفت على فكره بيضحكوا يعني. هالهيصه هاي، هيدا الهيصه 5% من اللي كانوا فعلا اللي بقيوا هلا. لا انا بقول لهم يا جماعه انتوا عطول ضحكتوا، انا بقول يعني حاسس حالي انه كان يعني اسره هيك او بيت. انا حاسسهم شوف كيف هالمنظر وهالشوكولاته وهالعسل وهالكذا. يعني شيء حلو. بعدين هاي البنوته، هاي بدي احكي مع امها. الله، هاي البنوته الصغيره ميرا. ميرا ما شاء الله جبت لك الشوكولا وعليها صورة. سنتين ونص. ايه ما شاء الله. لا اربعة خلص قررت انا معناته. يلا على كل حال بدي اقول لك محمد عساف عن جد حبيتك. الله يخليك. وخلي يعني احنا بنحبها، بس صرنا نحبها اكثر للكوفيه، وان شاء الله دائما الكوفيه بتلبس على كل الروس، والله يخلي فلسطين وغزه واللي طلعت هيك نجوم مثلك. وشو بتحب تقول في نهايه هذا اللقاء؟ يعني حابب اختصر. عن جد انا ممنون لكل انسان دعمني في مشواري وعم بدعمني، ممنون حقا يعني لهدول الناس. ما بدي ابالغ يعني بالكلام، بس عن جد فعلا بمعنى الكلمة انا ممنون لهم، ممنون لرب العالمين اولا على الفضل والنعمة اللي انا فيها. بشكر كل اللي بحبوني على وقفتهم الرائعة وعلى حبهم لي، لأنه أكيد هاي الشغلة هي أول حافز وأول قوة محمد بمشي فيها بمشواره الفني إن شاء الله. على كل حال كتير بحبهم. تسلم لي. على كل حال نحن بنوعد الناس بحفلة بتاخد العقل أكيد بفيرمونت، فندق فيرمونت باب البحر، وطبعا رح يكون بالإضافة إلك حتكون فرح يوسف، والتاريخ برجع بذكرك، انتبه اوعى تنسى اوعى تنام اوعى تغض بالنوم، الجمعة ب 18 شهر. وهي من تنظيم شركة بريمير الحفلات. 056 لشوف إذا بتتذكر 056-794-4700. يلا قول. الله عليك ما أروعك. يلا 056-794-4-4-10 700 يعني قلتولها هم بالأمين والله. بدك طب الـ07 بس بالإلم. على كل حال تحية لأغلى رانيا، شكرا لإلك. عشرة بتعمل. ونحن بنقول لك محمد عساف الله يخليك، مثل الملايين من اللي حبوك نحن كلنا بنحبك. يا هلا، انا كثير بحبكم.